في هذه الحاضرة الأندلسية التقيت هذا الدمشقي ابن يبرود أو الإسباني ابن الأرجنتين يقيم هنا منذ 30 سنة، ثم أن العيش هنا والتسكع في أزقة الأسلاف القدماء قد يعطي للحياة معنى آخر واتصالا مباشرا بمن أقاموا وعبروا، أندلسيون نحاتون وشعراء مفكرون وأطباء فلاسفة وفلكيون معماريون وموسيقيون، لكأنك حين تمر بحواضرهم تشعر بحفيف أطيافهم وبتداخلات أصواتهم وبرنين كؤوسهم الليلية، وللتو تتذكر مطلع مرثية الأندلس لأبي البقاء الرندي الذي يقول: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. بالنسبة إلي صار لي هلأ 31 سنة بهالمنفى الاختياري، وتعمقت بدراسة الأندلس وأوابدها بسبب بسيط، لأنه أنا بسنة 1999 وعينوني مدير ثقافي لمؤسسة حكومية اسمها مؤسسة التراث الأندلسي. مشكلة ذاكرتنا الجماعية فيما يتعلق بالأندلس تشبه كتير ذاكرة أي فرد فيما يتعلق بطفولته. تتذكر من الطفولة اللحظات الجميلة الوردية البهيجة، بس الحقيقة المآسي اللي عشتها بطفولتك ما تنخزن بالذاكرة بنفس الطاقة يعني. فالأندلس بالنسبة إلي ما كانت دوما ابن رشد ابن حزم ابن شهيد وكافة الطاقات الفكرية الهائلة اللي أعطتها البلاد، بدون ما ننسى أنه نحن عمليا دخلنا شبه الجزيرة الإيبرية وكنا أقلية، الغالبية العظمى كانوا سكان البلاد الأصليين اللي اعتنقوا الديانة الجديدة واللغة الجديدة وأبدعوا. يعني ابن حزم كان حفيد رجل من لبلة جنوب إشبيلية أسلم، بس كان من سكان البلاد الأصليين. عباس بن فرناس ما كان عربي، كان من أمازيغ الشمال الأفريقي، بس كانت الثقافة العربية هي المهيمنة أداة التعبير. لذلك كان في شعراء مسيحيين ويهود إلى ما هنالك، ولكن يعبروا باللغة العربية. باللغة العربية. ولكن تاريخ الأندلس مليء بالخيانات بالمآسي. كان يكفي أن يأتي مفتي أو شيخ أو فقيه من المشرق زيارة إلى الأندلس ويختلف مع فقيه المدينة التي يحل بها، فيفتي فقيه المدينة بوجوب قتله لاختلاف بالرأي. ثم لابد لأي زائر إلى الأندلس أن يسأل: ترى هؤلاء العرب الذين بنوا هذه المدن وألفوا مداميك عالية في المعرفة، ما الذي منعهم من مواصلة العمران؟ هل هذا الأمر يقع في حكمة الأزمان؟ لكل شيء إذا ما تم نقصانه كما يقول أبو البقاء الرندي، أم أن هناك خطأ فادحا يقع دائما هو الاستئثار والظن بالخلود، لوثة مرضية تصيب الكثير من الذين نصبوا تماثيل لأنفسهم وهم مازالوا أحياء، يقعون في السهو أن العدل والعمران يخلدهم وليس التماثيل والأنصاب. نعم، لابد حين تمر في غرناطة أن تحضر هذه الأسئلة ويجيب عليها أو على بعضها هذا الشاعر الجوال. قياس المسافة بين الأزمنة أو بين زمنين كبيرين، زمن صعود مثلا الدولة العربية وازدهارها في الأندلس ثم انهيارها أيضا بدءا من الأندلس، أنا ميال إلى طرح السؤال بطريقة إضافية أو أخرى. تفضل. بمعنى أن
العرب حرموا من الفرصة، حرموا من فرصة حقيقية لتحديد ملامح أو طبيعة حياتهم القادمة ومستقبلهم. نعم، وبالتالي النظر إلى مستقبله. حرموا أيضا من فرصة أيضا الإنصات إلى الأجيال الجديدة التي ولدت في عوالمهم وفي مدنهم وحواضرهم. لماذا؟ لأن الحياة كلها صودرت، الحياة المدنية، لتعسكر، وأخذت الذوات لتتحول إلى قطيع، وأصبح كل شيء يدعو إلى اليأس. منذ 67 انتبه العرب إلى أنهم بدأوا في ينهاروا انهيارا كبيرا. بهذا المعنى لم يعد بالإمكان طرح السؤال عن حالة العرب فقط لأنهم في أنفسهم أو في أحوالهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لا. يعني يبدو أن الذات الجماعية دخلت في طور من الهستيريا، الهستيريا الجماعية اللي أنتجها التعوق التاريخي للتطور. نعم. لم تتطور. يعني نحن كل، يعني أنا أرى أصدقائي يعني بين يوم وآخر يضعون على صفحاتهم في الفيسبوك على سبيل المثال صور بالأبيض وأسود لمدنهم بالأربعينات والخمسينات وحتى أوائل الستينات، ويتحسرون على هذه العقود أو على شكل الحياة وطبيعة الحياة في مدنهم في تلك العقود، ويقيسون هذا بأحوالهم الراهنة التي هي أحوال فالتة من كل عقال. يعني وهل نحن في فوات؟ يعني هذا السؤال، هل نحن في فوات تاريخي؟ هل أن خروجنا أصلا من دول من حالة الانتداب والاستعمار لم يكن خروجا حقيقيا؟ يعني الدولة العربية في أكثر نماذج تقدما تكاد تكون دولة شائهة ومشوهة. هذه المصادرات المبكرة للدولة الحديثة للمرتجات وعدم الإصغاء لأصوات الأجيال التي وجدت نفسها على هامش هذه الحواضر لا صوت لها، كأنها مطرودة خارج أسوار المدينة أو حتى خارج الحياة، هي عوامل كفيلة أن تؤسس للمآسي والعنف ولثقافة الريب الذي له أيضا جذور تاريخية. فعدم الاعتراف والإصغاء للآخر علة قاتلة وعطب قديم يصيب المتسلطين عامة وعلى مدى التاريخ وفي كل المجتمعات، وتكون نتائجه دائما كارثية ومدمرة. وهذا امتحنته أوروبا بحروب مديدة. في غرناطة اصطحبنا نوري إلى نصب تذكاري لشاعر دفع حياته ثمنا لهذا العطب التاريخي. اصطحبنا إلى المكان الذي أعدم فيه فريدريك غارسيا لوركا، شاعر الحرية والحب. هناك صخرة تخلد ذكراه في غابة الصنوبر المطلة على سهل أشبه بغوطة دمشق. هل القصة تبع أعدام لوركا مزبوطة؟ في كتير تأويلات، يعني أنه أسباب، بس في إجماع أسبوعين قبل ما يقتلوه قبل ما ياخذوه عمل مقابلة بجريدة وقال إنه العرب هن اللي أعطونا الثقافة وهذول بيكرهوا العرب كره شديد الفاشيين. هو اللي قال موجود النص. واو، شو هالجرأة يعني يحكي الكلام مش قليل. يعني حرفيا قال العرب هم أعطونا الثقافة وعلينا أن نحترم ما أعطونا. شو القدرة عند البشر على القتل؟ لقيته شاعر شاعر جميل. هذه الصخرة هذه تكريما له. تلك الاستعادة لحادثة مرت عليها عشرات السنين ليست مجرد صدفة، لقد أملتها علينا مآسينا المتواصلة. سنوات طوال من الظلم والقتل والنفي والشتات شهدتها بلادنا، ويشهد العالم عنفا مهاجرا ومتبادلا أحيانا. فحين تعبر بنصب لشاعر شهيد في أي مدينة في العالم، تعبر في البال جنازات متتالية لكتاب وشعراء غدروا وقتلوا نتيجة اختلافهم في الرأي أو لأنهم غردوا خارج السرب، ولشعوب كاملة أحيانا تقتلع من أرضها. فهذه الثقافة، ثقافة إلغاء الآخر، تجذرت عميقا وطويلا في المجتمعات وأدت إلى هذه الموجات المتتالية من العنف التي طالت أوروبا. معادلة شديدة الاستثناء والندرة تحضر هنا وأنت واقف
على تلة تشرف على غرناطة. تحضر الأندلس بكل صخب زمانها الجمالي والفكر والعمراني الذي تم نتيجة للتعدد وقبول الآخر ولو بمقدار. وتحضر إسبانيا في صورة شاعرها المغدور، وتتقاطع الصور مع مآسي حاضرنا التراجيدي، وتسأل ما هذا العالم الذي يدمر ما بناه، وتنجو من تلك الخرائب اللغة أحيانا لتروي الحكاية من جديد. ويبقى أن أحدا لا يتعلم من دروس الماضي، يتكرر المشهد مرة أخرى هنا ومرة أخرى هناك، طرفان هما الأنا والآخر يبدو لم يتوصلا بعد لعقد إنساني يقوم على الحوار. الآن هنا في مدريد عاصمة إسبانيا، والتي كان يسميها أسلافنا العرب القدماء مدينة. هنا في هذه المدينة الأليفة التقيت بالشاعر والمترجم المصري أحمد يماني. أحمد يماني ابن القاهرة، تركها منذ حوالي 20 سنة تقريبا، وتنقل في المدن الإسبانية قبل أن يستقر في عاصمتها مدريد. وبداية لابد من طرح السؤال الذي تمليه المقارنة بين الأمس واليوم، بين ما قدمه العرب في أندلسهم من معرفة وإسهامات في الحضارة الإنسانية، وبين ما آلت إليه مصائرهم وحواضرهم التي يدمرونها بأنفسهم في مشرق البلاد. بالطبع يعني لا شك أن في مفارقة يعني كبيرة جداً، إن من صنع هذه الحضارة العربية الإسلامية الكبيرة في الأندلس يعني إسبانيا الحالية هم الآن الذين يدمرون أيضا مدنهم بأنفسهم أو بلادهم بأنفسهم. كيف يمكن أن نتصور هذا؟ ممكن أن نطرح عشرات الأسئلة، ولكن في النهاية ما يحدث أن هذه البلاد هي مدمرة، وهذه البلاد الأخرى التي نعيش نحن فيها في الغرب هي التي تستقبل أبناء الحواضر العربية التي تم تدميرها الآن ومن قبل، ليس الآن فقط. إذا أردنا السؤال عما بقي من عرب الأمس هنا غير الصروح المعماري في بعض المدن في إسبانيا أو في الأندلس، ربما تشير إلى شيء؟ طبعاً يعني الحضور العربي يعني هو يظل قائم يعني في اللغة، على الأقل في اللغة الإسبانية. يعني أنا يعني شخصيا سمعت الرئيس السابق للأكاديمية الإسبانية للغة، الأكاديمية الملكية الإسبانية للغة، يعني مثل المجمع اللغوي عندنا في العالم العربي سواء في مصر أو في دمشق، هو يعني قال إن ربع اللغة الإسبانية يأتي من اللغة العربية، وهذا عدد يعني رقم ضخم يعني. فهذا هو الحضور. هناك حضور آخر وحضور حديث للمهاجرين العرب، لأن ممكن يعني كما تعرف حضرتك إن هناك أكثر من فيما يقال يعني أكثر من 1,000,000 عربي يعيش في إسبانيا. إذن الحضور قائم، ولكن المشكلة ليست في الحضور، المشكلة في كيف يتعامل الإسبان مع هذا الحضور. يعني يمكننا أن نرى قسمين كبيرين هم اللي بيشكلوا المشهد تعامل الإسباني مع نفسه هو، لأنه عندما يتعامل مع العربي عندما يتعامل مع نفسه فهناك الكاره وهناك المحب. يعني هناك الكاره لتاريخه التاريخي اللي هو بعض الإسبان بيظن أن هناك يعني الحضور العربي والإسلامي في إسبانيا ما قام به كان مجرد قطيعة مع التراث الغربي القائم في إسبانيا، والمحب لا يرى ذلك، يرى الحضارة العربية كجزء أصيل من مكونات هذا الشعب الإسلامي، من ذاكرته ومن فكره ومن روحه. ولكن بغض النظر عن الكراهية والحب، هناك أيضا من يرى الموضوع بشكل موضوعي أكثر. يعني خوسيه أنطونيو الكانتود، وهذا مفكر كبير، هو ليس مستعربا لكنه مهتم كثيرا
بالقضايا العربية الأندلسية بالتحديد التاريخية. وهو أيضا يشير إلى ذلك، يشير إلى فكرة أننا لا يجب أن نحب أو نكره كباحثين. يعني هناك أيضا يعني لنقل الحضور الثقافي الحالي العربي في إسبانيا قليل للغاية. يعني إسبانيا ليست دولة مستقبلة للمهاجرين المثقفين العرب، ليست فرنسا، ليست بريطانيا، ولا حتى ألمانيا. ربما ألمانيا هناك فيها أكثر. نعم، يعني سنوات التسعينات لم تكن تستقبل يعني أصلا مهاجرين. يعني فكرة الهجرة إلى إسبانيا هي فكرة حديثة. طيب على مستوى الجاليات المقيمة في أوروبا وفي إسبانيا، نحكي عن إسبانيا، في نظرة صارت مختلفة إلى الآخر هنا، في يعني الآخر من الجاليات أو؟ نعم، بعد الأحداث الإرهابية السابقة وخصوصا ما جرى في مدريد، التفجيرات في محطات القطار وثم أحداث أخرى، وحديثا ما جرى في برشلونة قبل عام واحد في وسط المدينة، فهناك خوف وهواجس ونوع من رهاب الإسلام. ولكن هذه الظاهرة حتى الآن ولحسن الحظ ليست منتشرة مثل ما هي في الدول الأوروبية أخرى، خصوصا في وسط أوروبا. وربما هذا يعود إلى أسباب تاريخية، وجود الحضارة العربية هنا، بقاء مفهوم الأندلس والقرب الجغرافي. هناك تواصل مستمر بين إسبانيا والمغرب العربي، خصوصا الجنوب والمغرب العربي. ولدينا مثلا هذا الحي الذي نحن فيه اسمه تطوان، طبعا عائد إلى اسم المدينة المغربية، ولدينا إخوة مغاربة كثيرون. لا أقول إنهم لا يعانون من مظاهر ومن معاملات نصفها بالعنصرية، ولكن أعتقد أنه حتى الآن هذا التعايش مستمر، وهناك إحساس بأن هذه الأخطاء وهذه المشاكل مستثارة وليست ناتجة عن المواطنين العرب، وإنما عن قلة قليلة هي التي للأسف تشوه هذه الأمور حتى الآن. وأقول إن الحمد لله تخاف ليس هناك، تخاف من أن تذهب الأمور إلى ما هو أسوأ؟ ربما نعم، إذا استمرت الأزمة الاقتصادية وإذا وصلت وسائل الإعلام تحديدا وبعض المثقفين الذين دورهم خطير جدا في هذا المجال، إذا وصلت هذه الوتيرة فربما نصل إلى مرحلة مماثلة إلى حد ما لما يجري في هولندا وفي ألمانيا وفي بولونيا وفي بعض المناطق الفرنسية ربما، ولكن أنا أرجو أن لا يحدث. أنت ذكرت بعض الحلول، أنه لابد من أنه الأنظمة العربية، للأسف في ثلاثة أرباع الأنظمة تغرق في دماء شعبها يعني للأسف. يعني هذا حل، أنه يعني تحاول تعمل نوع من الحوار، ولكن من يتحمل المسؤولية في الآخر؟ يعني فقط هو الفقر والاستبداد في الطرف الآخر والهروب من القمع والبحث عن الحريات وعن العيش، وإذ يتحول يختطف ويفجر نفسه أحيانا، أو في مشكلة ربما تتحمل مسؤوليتها أوروبا أيضا، بظنك أنه ما تعاملت بشكل متوازن أو عادل مع الهجرات الأولى للعرب؟ طبعا ليس هناك ما يسمونه الانسهار الصحيح. نعم، هذا ما رأيناه تحديدا في فرنسا وفي بلجيكا، ربما هما الدولتان اللتان تعانيان أكثر من غيرهما في عملية الانصهار. نعم، اندماج الاجتماعي. نعم، وهذه مشكلة الدولة والمؤسسات. ثم لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن مسألة الهجرة يتعاملون معها هنا في أوروبا بكثير من النفاق والرياء، لأنهم يقولون ويعترفون بأننا نحتاج إلى المهاجرين لأن نسبة المواليد هنا منخفضة تماما. ربما لا تعرف أن إسبانيا في السنوات الأخيرة نسبة الوفيات أكبر من نسبة المواليد، هذا أمر خطير جدا، هذا يدل على أن المجتمع الإسباني بدأ يتهلهل ويتناقص. نعم، يتناقص إلى حد يثير الخوف هذا مؤشر أن أوروبا بشكل عام تذهب نحو أن أهل الأصليين يتحولون إلى أقلية. نعم، في المستقبل. طبعا هذا الحضور العربي يعني خارج اطار البعد التاريخي، يعني البعد. نعم، التاريخي اللي مؤسس الحضور الحديث اللي هو له علاقه بالهجرات، بالهجره مثل الهجره الحديثه مثل ما تفضلت. بدون شك هذا الان عم يطرح اسئله مش على اسبانيا بس، على اوروبا بشكل عام وربما على العالم،
لأنه هناك عضو في خلل ما حدث لأسباب مختلفة، يعني الأسباب أنه المهاجرين جاءوا لغايات يعني هربا من الاستبداد أو سعيا وراء العيش أو سعيا وراء العلم، ولكن للأسف الكثير منهم يعني ذهب مذهبا آخر يعني نحو التطرف، أو صحيح. البعض منهم حتى من بالغ. وهذا طرح سؤال على أوروبا وعلى إسبانيا، أنت بحكم اشتغالك بإسبانيا طبعا بالإذاعة لديك العديد من البرامج، برامج لها علاقة بعامة الناس تقريبا، نعم. برامج لها علاقة بالذاكرة، وبرامج لها علاقة بالمعرفة بالثقافة، صحيح. يعني بتلاحظ نوع من النفور، أو كيف عم يتعاملوا مع هذه المسألة؟ يعني هي لابد ما تطرح أسئلة على إسبانيا وعلى أوروبا بشكل عام، يعني وقت اللي بيشوف واحد كأنه حامل صندوق التخلف على ظهره وجابه فرشوا بساحات أوروبا. نعم. ربما حضرتك تذكر الحادثة الأخيرة، الشباب الصغيرين في برشلونة، هؤلاء الشباب عن طريق علاقة مع أحد الأئمة المتطرفين بالفعل، هو قام بغسل دماغ، يعني غسل دماغ هؤلاء الشباب الصغير، فذهبوا إلى الموت يعني هم يعني فرحين. فأنا بتساءل، يعني هذا الشاب الذي ولد في إسبانيا وتربى في إسبانيا ويتكلم الإسبانية كأهلها، ما الذي يدعوه إلى أن يقتل أهل بلده؟ لأنهم يعني يقتل أهل ويقتل نفسه ويقتل أهله، في النهاية يعني البلد الذي يستقبلك، الذي ولدت فيه، الذي يحملك كما يقول التوحيد كما كنا نتحدث، يعني هو بلدك. هذه من جهة، ومن جهة أخرى علينا أن نتفهم أيضا أن أوروبا التي تستقبل المهاجرين وتستقبل اللاجئين وتستقبل يعني المتعبين وما إلى ذلك، هي أيضا تعاني من هذا، يعني علينا أن نفهم ذلك أيضا. يعني هم الناس كمان، يعني أنا أستقبلك في بيتي يعني أو تسرقني أو تشرقني أو تقتلني أو تقتلني. لكن في الحقيقة أحب أشير هنا نقطة مهمة. سنة 2004 لما حصلت الاعتداءات على قطارات الضواحي في مدريد، أنا تصورت وساعتها يعني كان بقالي حوالي 3 سنين في إسبانيا، تصورت إن الإسبان هي يعني ردة فعل قوية وعنيفة ضد العرب اللي موجودين. لم يحدث ذلك مطلقا، يعني بل كمان يعني أمريكا لما حاولت تدخل العراق وغزو العراق خرجت الملايين في الشوارع هنا في إسبانيا. فالناس مش ضدنا، يعني الناس الشعوب لا تكرهنا ولا هي ضدنا ولا حاجة، يعني بس إحنا يبدو ضد أنفسنا، يعني صحيح. هذه الأسئلة لابد أن تشغل زائرا أو عابرا يتأمل في فضاءات هذه المدن، في ثقافة العيش، في سلوك العابرين أو المقيمين، في علاقتهم بالمكان وبالآخر. ولعل إسبانيا التي يطغى تاريخها على أذهان الكثير منا، بأندلسها التي تتوارث الأجيال مرثيتها أو التغني بمجدها، وهو أيضا لم يغب عن ثقافة وذاكرة أهلها، تجعلنا نفكر بهذا الخروج من التاريخ وبما آلت إليه مصائرنا اليوم، حيث خلفك تشاهد شتاتا طويلا في عراء هذا العالم.